دكتور يوسف، انتشرت الفترة الأخيرة صفحات على السوشيال ميديا كل مهمتها الرئيسية أنها بتنشر الفضايح، سواء فضايح للمشاهير أو للمسؤولين أو لأي حد في أي مكان. المهم أنها عرفت وحطت إيدها على فضيحة فبتنشرها بالوثائق والأدلة. موقف الشرع إيه من صفحات زي دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عمر الإنسان كله مسجل، يعني احنا الان الله سبحانه وتعالى فوض او جعل لكل انسان منا ملكان يكتبان ما يفعل، حتى مجرد النفس بيتكتب اللي بيحصل. ما يصدر من قول الا لديه رقيب عتيد. جميل جدا، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فهو عند حضرتك انسان بيسجل حسنات وانسان بيسجل، او ملك بيسجل حسنات وملك بيسجل السيئات. كل ده حتى يكون في عمليه توثيق وضبط للاعمال في حال الميزان. يجي الله سبحانه وتعالى يصور الحسنات في كفة والسيئات في كفة ويقول لك حاجتك قدامك، أنا ما عملتش، الجوارح بتاعتك تبدأ إيه تشهد عليك. تمام؟ فكل عمل بيفعله الإنسان هو عبارة عن سجل يسجل فيه، بيكتبه بيده، يكتبه بالأعمال بتاعته والملك بيسجل وراه. تمام، اتفقنا على النقطة ديت؟ تمام، جميل جدا. دي القاعدة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إيه؟ كان عنه إيه؟ مسؤول. يبقى أي حاجة ليس لك فيها علم لا تتحدث إيه؟ فيها. والعلم ده ينطبق، قلة العلم في درجة الأفعال، يعني بنقول من مستوى لمستوى لمستوى لمستوى، لم يحط الإنسان بالشيء علم لا يتحدث فيه. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل إيه؟ ما يسمع. ما يسمع، يعني كل حاجة تسمعها تقول ده فلان بيقول، ده فلان قالت، ده أنا شفت على صفحة كذا، ده أنا اتكلمت بصفحة كذا، 100% بعض الكلام حتى لو هذا حقيقي. أنا ما بكذبش، يعني أنا ما كذبتش في حاجة، والمعلومة أو الفضيحة عفوا موثقة وفيها أدلة. احنا بنتكلم على الكلام العام، الكلام العام طبيعي من قبل ما نخش في نقطة الفضايح. احنا بنأصل لمجموعة من القواعد هنرتد لها بعدين. يبقى أول قاعدة إن حضرتك كل اللي بتتكلم بيه أو بتفعله في حياتك مسجل ومقيد عليك وسوف تحاسب عليه، إما حساب في الدنيا وإما حساب في الآخرة. الحساب الدنيوي من الله سبحانه وتعالى بالابتلاءات أو بغيره من عباده من البشر ممن يقيمون عليك إيه؟ أحكام القوانين أو أحكام الشرع. هذه واحدة. الأمر الثاني أن كل ما تتحدث به وتكتبه أو تتحدث به، لو سمعت كل حاجة بتقولها واتكلمت بها، نسبة كبيرة من كلامك هتكون كاذبة. أنت بتقول أنا شفت أو أنا سمعت، بس هل الكلام ده كلام حقيقي ولا مش كلام إيه؟ حقيقي. تمام. الحاجة اللي بعد كده، عملية تزيين الكلام الباطل بكلمات منمقة وتسويقه. يعني حضرتك بتقول دلوقتي، حضرتك بتقول دلوقتي صفحات متخصصة في الفضائح أو في الكلام ده بحاله. احنا كنا في فترة من الفترات حينما كان في للتحرير الصحفي أو الإنسان اللي بيكتب بالصحافة له وزن وقيمته، كان بيقول لك خروج فلانة الفلانية بملابس فضيحة. شوية هيبدأ الكلام إيه؟ يتطور شوية. فلانة الفلانية هتخرج بملابس مثيرة. هنطلع أعلى درجة، أعلى شوية، فلانة الفلانية بتثير مواقع السوشيال ميديا بملابسها. هنا عملية تزيين إيه؟ الباطل. الشيطان طب مش ده حقيقة؟ هم بيجيبوا الكلام ده، يعني هو ده الواقع، هو ده المحتوى اللي منشور أصلاً في الفيديو موجود. أقول لحضرتك أهو، الشيطان يزين للإنسان إيه؟ أعماله. وزين لهم الشيطان، الله سبحانه وتعالى يقول وزين لهم الشيطان إيه؟ أعماله. جميل جدا. فكذلك الإنسان اللي ماسك هذا الأمر يزين العمل. تخيلي في فرق ما بين صياغة الخبر أو صياغة الكلمات اللي هتكتب على مواقع السوشيال ميديا ما بين لفظين، فنانة أو فتاة تخرج بلبس فاضح وامرأة تطل بطلة جريئة. شفت الفرق ما بين الاثنين إزاي؟ بس في فرق ما بين الجرأة وما بين والصورتين. والصورتين واحد. فرق ما بين المحتوى والصورتين واحد. هنا زين الفعل وهنا إيه؟ نزل ايه؟ نزل بيه الفعل منزلته الطبيعيه ان هو ايه؟ فعل مشين. فاحنا بنخرج من القواعد الطبيعيه بتاعتنا، ان احنا عندنا مجموعه من القواعد، القواعد ان كل اللي هتتكلم بيه محسوب عليك، ان كل اللي هتقوله، لو كل اللي هتتكلم بكل اللي انت سمعته، اذا انت وقعت في الاثم حتى ولو لم تقصد، انت محاسب على هذا الامر، ان ولا تقف ما ليس لك به علم. الحاجه اللي بعد كده، اي تزيين للفاحشه بتجميل الكلام فانت مشارك في هذا ايه؟ الفعل.
تعالينا نطبق القواعد دهيت أو بعض الكلمات دهيت على المواقع اللي بتنشر هذه الفضائح. أنا الآن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ده وعد من الله، وعيد من الله سبحانه وتعالى للإنسان اللي بينشر الفاحشة.